المشاهدون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة اليوم من برنامج بصمة. في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على قصتي نجاح لطالبتين في جامعة تعز، تابعونا في هذه الحلقة. إيناس السبأ وأمجاد سمير، قصتا نجاح بطلها الإصرار وعنوانها المثابرة والرغبة في النجاح وتحقيق الذات في واقع مليء بالركود والتحديات. في البدء احنا نرحب بكم معنا في برنامج بصمة. نريد ان نسلط الضوء على البحثين العلميين اللذين تقدمتما بهما في احدى المشاركات او المنافسات على مستوى الجامعات العربية. ابدا من عندك ايناس، احكي لنا عن موضوع بحثك وكيف وصلتي انه نلتي المركز الاول على ما اعتقد، صح؟ الثاني. أيوة المركز الثاني. في البداية هو تم أولا عرفي بنفسك، من هي إيناس؟ إيناس السبأي، خريجة لغة إنجليزية كلية التربية جامعة تعز. في البدء تم الإعلان عن فرصة للمشاركة ببحوث علمية من قبل طلبة جامعة تعز، وبالتالي قمنا في كلية التربية قمت بتقديم بحث كنت قد عملت عليه في فترة دراستي في السنة الرابعة. هذا البحث يركز على التحول الرقمي وأثره على التعليم العالي في جامعة تعز أو الجامعات العربية بشكل عام من وجهة نظر طلبة كلية التربية. في البدء قمنا بتقديم البحوث، تمت المراجعة الأولية للبحوث من قبل الجهة المسؤولة وتم قبول البحث، من ثم تأهلت لمناقشة هذا البحث فعليا في الدولة المسؤولة عن أو المتقدمة بهذه الفرصة وهي الأردن. ناقشت البحث وحصلت على المركز الثاني من ضمن العدد من الدول العربية. كم كان المشاركين؟ تذكري؟ عدد المشاركين أعتقد 15 بحث. 15 بحث علمي. لا هم ما بعد التصفيات يعني. اللي وصلوا للتصفيات النهائية. أيوة. 15 بحث علمي. أعتقد 15. جميل. خلينا ننتقل لأمجاد. أمجاد عرفينا. من هي أمجاد؟ أنا أمجاد سمير، مهندسة برمجيات، خريجة هندسة برمجيات في كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة تعز. كان موضوع بحثي بعنوان دراسة أداء شبكة الإيثريوم بلوكتشين أثناء عملية تبادل البيانات في سلة التسوق. طبعاً بحثنا كان أنا وزميلتي بحث مشروع التخرج من ضمن عدة طلاب داخل كلية الهندسة. عرض علينا من قبل العمادة انه نشترك في يعني اعطونا مذكرة بحيث انه نعبي بيانات ونشترك في مؤتمر الملتقى الطلابي الإبداعي في اللي يقام بالأردن. طبعا شاركنا بالمؤتمر والحمد لله من بين حوالي 100 بحث في مجال تقنية المعلومات تم اختيار تصفية 10 أبحاث، كان بحثنا من ضمن العشر الأبحاث اللي دخلوا المرحلة الثانية. بما أنه في عندنا 3 مراحل كما ذكرت اللجنة للتصفية. بعد كذا انتقلنا للأردن، ناقشنا البحث في ناقشت نحن اللجنة، كان في يعني قبول رائع للبحث بما انه الاول من نوعه في ذا المجال. ايش من محور كان يركز على ايش من محور؟ محور تقنية المعلومات. يعني احنا هو بنفس الوقت نحن الهدف كان من البحث انه كان عندنا لما يعني نشوف الاوضاع السابقه، كورونا، الاوضاع الاقتصاديه في اليمن كذا، وكمان لاحظنا انه في هنا انه في عندنا التجاره الالكترونيه انتشر بشكل كبير. فكان هدف احنا بالاول ان احنا ننشئ تطبيق يساعد المستخدمين، يكون يوفر لنا السهوله، سهوله الاستخدام، يوفر لنا الوقت والجهد.
ومن ضمن فكان توجهنا احنا نشأ سلة التسوق، لكن في عندنا عدد من التقنيات البرمجية اللي ممكن احنا نستخدمها في هذا المجال. فأكثر تقنية شدت انتباهنا اللي هي تقنية الإيثريوم بلوكتشاين. هذه تقنية جديدة وتتميز بأمنية عالية وسرعة عالية، فحاولنا نطبق بحثنا خلال عمل محاكاة في هذا المجال، لأنه طبعا واقعيا تحتاج يعني عتاد وبنية تحتية عالية وهنا ما تتوفرش. فالحمد لله لقينا توفيق بين المجال ولقى استحسان من لجنة التحكيم. الحمد لله. شوفي، أنا انتقل لموضوع التقنية دي والتفصيل أكثر عن التقنية، تعطينا معلومات عن تفصيل أكثر عن التقنية مدى وأمتها مع الممكن أو المتاح الآن. بس خلينا نروح لعند إيناس نشي نعرف إيش ليش اخترتم هذا الموضوع بالذات وعلاقته مثلا بالواقع. العالم الآن مقبل على تحول رقمي واسع المدى، أو هو أساساً قد حصل هذا التحول لأننا تخلفنا عنه. ففي الجامعات اليمنية بشكل عام وجامعة تعز بشكل خاص واجهنا صعوبة بأننا نعاني من أمية رقمية عالية، لدرجة أن حتى حماية حساباتنا أو يعني إلى أبسط درجة. فبالتالي يعني إدراك أو إشراك هذا التحول الرقمي في المجال التعليمي من خلال التحول في الأفراد، في التكنولوجيا، في المناهج الدراسية، في الإدارة أيضا، وقلنا أنه أمر فعال يجب التطرق له يعني لمواكبة العالم والمستجدات القائمة حاليا. جميل. يعني واجهنا قبول الحمد لله من قبل جامعة تعز، وتم اعتماد يعني قرار لم يطبق فعليا حتى الآن، إلا أنه يعني في الحسبان أن يتم احتساب مواد تكنولوجية في جميع الأقسام، تعتبر كمواد أساسية، يعني لا يتخرج الطالب إلا هو مدرك أو قادر على استخدام التقنية. طيب، مدى تطبيق الموضوع هذا في أعلى مستوى جامعة تعز أولا، ثم على بقية الجامعات، وأثره الإيجابي؟ هو حاليا لم يطبق، لكن في حال أن طبق فنلاحظ الآن مثلا كأبسط مثال التأخر في بيانات الطلاب. يعني مثلا أنا طالبة تخرجت قبل سنة، إلى الآن لم أحصل على السجل الأكاديمي لأقوم بالمعاملة على منحة. إذا كان الأمر يدخل بشكل إلكتروني آلي بشكل سريع يعني ومتسلسل، من المناهج إلى الاختبارات إلى الإدخال الإلكتروني، يعني كل التفاصيل، لم أكن لأواجه هذه المعاناة. طيب، ننتقل لأمجاد. أمجاد، أنت ذكرتي أن التقنية هذه ربما هي موجودة كان سابقاً ولا مش موجودة؟ بالنسبة لتقنية البلوكتشين، الإيثريوم بلوكتشين أو البلوكتشين بشكل عام، هي تقنية جديدة يعني ظهرت عام 2012 وما زالت متطورة، ما زالت يعني متجددة، وفي حتى الآن تقنية مشتقة ظهر منها، كل تقنية أقوى من الأخرى. يعني إحنا تقنية الإيثريوم نفسها، نحنا في تقنية أخرى أقوى منها، لكن أمنيته وحساسيته ما تحتاجش أنني أستخدمها لنظام تجاري. يعني مثلا تحتاج يمكن تكون فعاليته أكبر في الأنظمة اللي هي تتنفذ بالوقت الفعلي، مثل أنظمة الطيران وغيره. حل. يعني قوية جدا وأمنيته عالية جدا. فهذه نحنا، وكمان العتاد أو التكنولوجيا اللي تحتاج لتطبيقها مش متوفرة عندنا. أيوة، بالأجهزة، حتى بأجهزة إحنا ما نقدرش إن إحنا نستخدمه، ولا إحنا كمبرمجين عندنا مشكلة إنه في التقنيات، في تقنيات قوية وكذا، لكن أسعار البرامج اللي تحتاج إنك تشتغل عليها يعني مكلفة جدا. فنحنا نحاول نبذل جهد باللي موجود معنا واللي ممكن بالمتاح. أيوة. بالمتاح والممكن ننجز أكبر قدر ممكن. طيب، أعود لإيناس. إيناس، يعني كم استغرق منك البحث؟ وأثناء قيامك بالبحث لقيتي صعوبات وعراقيل وكذا، وكيف تغلبتي عليها؟ طبعا استغرق فترة السنة الرابعة كامل،
يعني السنة الدراسية كاملة. البحث أنا يعني ما كنت ناوية يكون بهذا القدر، كنت ناوية أنه يكون أوسع وأنه ينتهي بمشروع شامل حتى لمكتب التربية، لكن القصور بالمعلومات، موارد المعلومات، يعني كنت أبحث أروح لمكتب التربية فما توفرتش لدي كل المعلومات اللي تسمح لي بإقامة مشروع يعني أكبر، بحيث أنه يكون بحث ملحق بمشروع يطبق بشكل فعال مباشرة. فاكتفيت بدراسة بحثية وصفية للأمر، عسى ولعل إن شاء الله في المستقبل القريب يعني إذا ما اكتملت المعلومات التي أنا بحاجة لها بأستمر بموضوع مشروعي الذي أخطط له. كلام جميل. طيب أمجاد، ربما ذات السؤال إنه عملية البحث كم أخذ منكم وقت؟ استغرقنا طبعا أنه هو مشروع تخرج، استغرقنا سنة خامسة كامل في البحث. سنة كامل يعني؟ أيوة. مش شرط أنه سنة، يعني حوالي 8 أشهر. أيوة متقطعة، لكن يعني كان في عندنا مشكلة في البيانات. تمام، كان عندنا مشكلة بالبيانات لأنها تقنية جديدة، البيانات شحيحة جدا وأغلبها مدفوعة، لكن الحمد لله يعني توفقنا، والجانب العملي كان يعني حوالي عدنا الشغل العملي 20 مرة، يعني شهر أو شهرين كامل نحن على الجانب العملي فقط. يعني الأبحاث مش إن حاجة بسيطة، يعني تحتاج جهد ومال وإمكانيات والبنية التحتية بالذات هنا يعني معدومة، فصعوبة جدا بالله، لكن الحمد لله وصلنا لنتيجة، وكان الناتج على قد الجهد اللي بذلناه. رغم انعدام الإمكانيات وشحة المعلومات والبيانات، أصرتا طالبتا التربية والهندسة بجامعة تعز إيناس وأمجاد المشاركة والمنافسة في الملتقى الطلابي الإبداعي في الأردن. ببحثي تخرجهما وعلى قدر عزمهم أصبحتا أيقونة من الإلهام للكثير من طلاب جامعة تعز وربما الجامعات اليمنية الأخرى. رغم قلة الإمكانيات ومحدودية الإمكانيات وربما بعض الإمكانيات شبه منعدمة ورغم الصعوبات والعراقيل، البحث حقق يعني حصل على المركز الثاني، كيف شعرتي؟ طبيعي الإنسان يعني باللحظة ذيك يشعر بالفخر. ما أنا كنت قبل ما أناقش البحث كان عندي شك بأني ممكن يعني أقبل أو أني ألاقي مستوى أحد المستويات الثلاثة، بس بعد المناقشة وبعد ما شفت يعني المتقدمين، أسلوب العرض، النقاش، أساسا حتى البرامج اللي استخدمت للتحليل، المتغيرات كاملة اللي استخدموها بذيك اللحظة، يعني لحظة مناقشتي البحث أدركت أنه تقريباً أنه أنا ممكن أتأهل، خصوصاً لما لقيت قبول يعني من قبل لجنة التحكيم وقت المناقشة، تفاعلهم مع الأمر، شعرت بالثقة بنفسي أكثر، وكنت ممتنة كمان لدكاترة اللي ساعدوني بالبحث ودعموني كثير، على رأسهم دكتور جمال علوي جامعة تعز. والأمر يعتبر دفعة معنوية للأمام أنه ما يتوقفش المر. فحالياً أنا أعمل على بحث آخر في مجال اللغة والاتصال والترجمة. اللغة والاتصال والترجمة؟ أيوة. إيش الهدف منه؟ الاتصال والترجمة ما بين الشعوب، يعني الحين في الشيء اللي نسميه سوء الفهم، مش حتى بين العرب والأجانب، حتى بين العرب نفسهم. يعني احيانا من اختلاف من منطقه لمنطقه قد نقول احنا عباره او يعنى بها شيء اخر، خصوصا اذا كانت مكتوبه وتصل للطرف الاخر بشكل اخر مختلف تماما وشكل حتى يفهمها بشكل خطا. أيوة. ربما فما هي الاسس التي لازم انها يتبعها الانسان في التعبير عن مشاعره، يعني عن مقاصده ليفهموا الشخص الآخر بالشكل المناسب. طبعاً هذا البحث بيكون نابع عن دراسة حالياً لدبلوم أونلاين، فإن شاء الله بيكون هو المخرج تبع الدراسة إن شاء الله يا رب. طيب أمجاد، ربما ذات السؤال أطرحه عليك، إنه
قلة الإمكانيات والصعوبات وشحة البيانات والمعلومات وأيضا الدفع المعلومات المدفوعة كان كثير من الصعوبة والعراقيل اللي لاقيتوها، لكن كيف شعرتي أثناء التكريم والتطبيق أنه تحصدي المركز الثالث من ضمن كذا كذا دولة على مستوى 10 بحوث وصلت إلى التصفية؟ فعلا إحنا لما بالبداية ومعدنين هنا يعني كنت خايف، يعني ما عنديش توقع على قد ما بذلنا جهد، لكن يعني توقعت إنه الأبحاث البقية تكون قوية، يعني صح إنه تأهلنا لكن ما فيش ثقة، لكن نفس الشيء مثل ما قال أستاذ أيناس، لما رحت شفت يعني طريقة التقديم الأبحاث، يعني حتى بعض استخدموا تقنيات نحن لو استخدمناها بالمشاريع العادية الدكاترة حقنا يرفضوها. أدركت فعلا أنه في إمكانية، وكمان أنه فعلا التعليم بغض النظر عندنا بكلية الهندسة والأبحاث قوية جدا، بس ما لاقتش من الطلاب الثقة أنهم يعرضوها أو ينشروها، لأنه فعلا لما شفت نحن يعني التنسيق الترتيب من كتابة من أبحاث من كل شيء متميز بكل شيء بغض النظر، فأتمنى يعني أنه البقية ما يوقفوش أو ينحصروا بمكان معين، أو يعني خلاص أنه أنا بحث خلاص تركته راقشته وتركته، لا يحاول قدر الإمكان يبذل جهده. نحن الآن الحمد لله منسقين ونحاول ننشر بحثنا بمجلة عالمية، وكمان في عندنا مؤتمر إن شاء الله بشهر 10 بكلية الهندسة، حاليا أبحث عن موضوع جديد بنفس التقنية وإن شاء الله نشارك فيه علشان إنه نكون إنه نحاول نقدم أكبر فرصة للطلاب إنهم يأخذوا نظرة جيدة للأبحاث، يحاولوا إنهم يستمروا في هذا المجال، لأنه أعتقد إنه هذا المجال هو أكبر مجال ممكن إنه ينمي المجتمع بشكل، ينمي حتى البلد. أيوة. طيب أعود لإيناس، قالت أمجاد أنه في الكثير من الطلاب المتميزين اللي فعلا وصلوا بسبب الإمكانيات وغيابها وصلوا إلى مرحلة من الإحباط، ربما وصلوا من عدم الثقة أو أنه من عدم الرغبة في المشاركة، لأنه خاصة حينما ينظر للمشكلات والعراقيل والصعوبات يتوقف. إيش نقول لهم؟ فعلا يعني احنا بحكم انه نشوف الدول الاخرى التقدم اللي فيه، فتكون نظرتنا الابتدائيه والمبدئيه للامر ان التعليم هناك فوقنا بالاف المرات، واننا مش قادرين نقابل هذه الكوادر، لكن الامر كما وجدنا مش كذا، يعني رغم فعلا انه عندهم تعليم تمام وممتاز، الا انه المشكله كانت هناك في الطالب نفسه، في حين هنا كانت الأمر كمان كان متعلق بالطالب نفسه، فالطالب نفسه الذي يبحث يتحرر من قيود الالتزام بما سيحصل عليه أو ما سيملى عليه، هنا هو ينطلق، فيجب أنه الإنسان يشق طريقه بنفسه، يبحث عن ذاته في أمور له شغف بها، ما ينتظرش أنه يعني يحصل على هذه الأمور من جهات أخرى كجامعات أو مدارس أو أي كانت، لأنه أولا وأخيرا بذرة التغيير هي أنت. صحيح. فلذلك نلاحظ يعني أنه ممكن يكون نفس الجامعة نفس الطلاب بقسم واحد، لأنه ممكن يظهر منهم واحد أو اثنين، مش معناته أن المشكلة بالقسم، وإن وجدت يعني المشكلة بالجامعة والقسم إلا في الإمكانيات. أيوة. فبالتالي أنه العراقيل ما تعتبرش يعني سبب مقنع لأنه الإنسان يتوقف. صحيح. أمجد نفس الموضوع، أنا تقول لناس أنه الموضوع يعتمد على الشخص نفسه فعلا، بس يحاول كيف بعضهم يطوع، بعضهم يقدر يطوع مثلا الواقع، يطوع الظروف، يطوع كذا ويوصل، وفي بعض يستسلم. ايش نقول؟ هو فعلا يعني لما نيجي اشوف في كلية الهندسة تلاقي ابحاث التخرج بالرفوف، يعني لما تيجي تقرا المواضيع، مواضيع قوية جدا، مواضيع اللي تطبقها بالواقع تلاقي يعني تفعل نقل البلد. ايوه. لكن المشكلة انه خلاص الطالب عنده اهم شيء انه انا تخرجت، رحت ناقشت، خلاص يعني حتى لو
لجنة المناقشة قابل له تعديلات قابل له كذا، البعض يهتم البعض خلاص ترك البحث مثل ما هو، لكن أتمنى يعني إنه فعلا يكون في إنه الطلاب يكون عندهم النزعة إنهم يطوروا من أنفسهم. مجال الأبحاث مجال قوي، وبالذات في كلية الهندسة أساسا ما يتخرج طالب إلا ببحث، وكمية الأفكار والأبحاث اللي يسووها يعني قوية جدا. بنفس الوقت مثل ما قال أستاذ إيناس، الطالب نفسه يعني محبط، عنده فكرة إنه خلاص أنا أناقش تخرجت هذا أهم شيء، حتى إنه يعني مجرد ما يتخرج حتى بيشتغلش في نفس المجال، ما يحاولش يقوي نفسه بنفس المجال، لا خلاص أهم شيء شهادة. والأغلب يعني يدرس علشان إنه أبوه قال له، يعني أهله طلبوا منه هذا الشيء. فنفس ما ذكر سابقا إنه فعلا لما سافرنا ردنا شفنا هناك الجامعات، شفنا مدى التقدم، ولا يعني قلنا أكيد إحنا ما عندناش فرصة، يعني على إحنا يا الله نستخدم أجهزة إحنا الشخصية بالأبحاث، يعني إمكانيات الجامعة بسيطة ما على قد الدم ما فيش يعني، لكن هناك الإمكانيات هائلة جدا محفزة. أنا عن نفسي كنت أكلمها أقول له لو أنا هنا بطلع فول مارك بكل المواد، يعني يعني الجو الدراسي، يعني أتوقع إنه لو هذه النعمة موجودة باليمن ما شاء، يعني طلاب اليمن فعلا المبدعين، بس ما عندهمش الإمكانيات، ما فيش النزعة اللي ممكن إنه شخص يقول لك يحفزك. الأغلب خلاص عنده إنه الحمد لله يعني أهلي يشجعوني بهذا المجال، فألاقي دفع مهما واحد أحبط مهما لاقى، لكن لا يستمر لأنه إيش في من يشجعه، لكن عكس اللي يكون يعني خلاص يروح. وأغلب الطلاب أساسا يا الله يشتغل يدرس، فهذه الأشياء يعني أتمنى أن الطلاب يجيبوا له مجال بحياتهم علشان أنه مهما كان دي بتفيدك في المستقبل. التحول الرقمي وتأثيره على التعليم الجامعي ودراسة أداء شبكة الأثريوم أثناء تبادل البيانات في سلة التسوق. بحث تخرج نال الأول المركز الثاني وحصد الآخر المركز الثالث من بين المئات من أبحاث التخرج الأخرى لمئات المشاركين من كافة الدول العربية. أحياناً تكون أنت منهمك في عمل ما، تمام، وتحصل ربما من الوساط من المقربين من ربما أحياناً حتى من أهل يقول لك إيش هتفعل أنت، يعني هتتعب نفسك الأشياء تكمل وكذا وكذا وخلاص، يعني فعل البحث وفعل لفق وصلع أمورك ومشي، ليش عدى التعب هذا؟ فعلاً هو ذي الأمور اللي تحصل فعلاً. بس أنا نوعية تستفزني هذه الكلمات، يعني هذه العبارات بالذات، صحيح أني أقابلها ممكن بسكوت لأني أحاول أثبت في المقابل أنه كان الكلام هذا خاطئ بأفعال مش بأقوال. فنفسهم الناس اللي كانوا بالبداية يقولوا لي، يعني حتى مثلا أنا كنت ناوي أنه هذا البحث يكون مشترك في بالقسم كامل، كون كلية التربية مش بالبكالوريوس مش مقبرين بأبحاث، فكان البحث يعني فكرة شخصية مجهود شخصي. كانوا زميلاتي يعني يقولوا لي إيش بنفعل فيه، يعني ايش بالنهاية ايش بنعمل، ايش اللي بنغيره؟ حتى لو قدمت لهم بحث يعني هل بيعملوا حاجة، هل بيغيروا حاجة؟ الدنيا كلها خربانة كذا. حتى اذا الامر متغيرش من محاولة محاولتين وثلاثة، قد يجي يوم شخص مهتم بهذه الابحاث يجد الامر يعني في المتناول، والامر يكون بسيط بعد الجهود البحثية اللي قاموا في بها عدة اشخاص من قبل. هذا كل ما في الأمر يعني. طيب أمجاد، يعني هل أفهم من كلامكم أنت وإيناس أنه لأول مرة شارك جامعة تعز في هذا المجال، أو في مشاركات من قبلكم؟ أنتوا أول ناس؟ لا أعتقد هو كان ما أدريش قبل، هو بكل سنة يتم عقد المؤتمر في دولة. السنة السابقة على حسب يعني ما كلمني رئيس المجلس العربي، قال إنه كم في شخص يشتي يسافر يعني مشترك وقبل بحثه، كان بحثه قوي لكن حصلت له ظروف ما قدرش يسافر، إنه ما لقاش الدعم المادي عشان يسافر. ف يعني أتمنى يعني إنه يكون
بالمستقبل، وهذه كثير من العرقلات يعني، حتى أنا من طلاب الهندسة وطالبة الهندسة حاولت أقنعهم بالموضوع أنهم يشتركوا بالمؤتمر، لأنه ما فيش عدد معين مش شرط. فكان أغلب يعني ردهم يقول لك يعني ما فيش إمكانيات، الأبحاث قوية لكن ما فيش إمكانيات، الدعم المادي ما فيش، فكانوا مترددين بهذا الجانب. فلكن إن شاء الله إنه يأخذوا ذي دفع لهم، يحاولوا المرة القادمة إنهم يشتركوا بقدر الإمكان. نحنا دعمت إحنا جامعة تعز بهذا المجال، وكان يعني دفعة معنوية لنا كبيرة جدا. فأتمنى يعني إنه البقية يحاولوا يبذلوا جهدهم في هذا المجال. طيب إيناس، أشياء أقول لك إنه بعد ما فزتي بالمركز الثاني وأمجاد بالمركز الثالث، وبعد النجاح اللي حصل والإنجاز، أنا أعتبره إنجاز كبير رغم الإمكانيات الغير موجودة والعراقيل والصعب، لأنه استطعتوا تحصدوا هذه المراكز، أنا أعتبره إنجاز. طيب بعد هذا الإنجاز إيش انعكس على نفسية الطلاب، على نفسية الزملاء، على الأقسام اللي بعدكم أو المستويات اللي بعدكم؟ هم أنا لاحظت أنهم طبعاً فرحوا كثير للأمر، يعني يقولوا أنه كمان كلية التربية شاركت وفازت في بحث يعني عالمي، ربما لأول مرة، ولأول مرة يعني كلية التربية تفعل كذا. طبعاً في نظرة خاطئة للتربية مش من قبل الناس الخارجين فقط، حتى طلابها يعني يقول إحنا طلاب تربية بنطلع ما بنلاقش حاجة، يعني يا الله بندرس بمرتب ممتهن، التعليم اللي هناك مش مقتنعين فيه به. صحيح انه في نوع من الضعف ما حد ينكر، فالضعف موجود بكل مكان، الا انهم كان هذا الشيء قلت لك كما قلت لك في البداية مجال للإحباط، او يعني سبب رئيسي للإحباط الكثير. اللي لقيته بعدين يعني من ردة فعلهم انه كانوا يقولوا احنا مؤمنين في بك، يعني ما كانوا يقولوا ان الموضوع له علاقة بالله. فانا حاولت اوصل فكرة انه مش انا، ولا المسألة مش متعلق بشخص ذاته كونه فلان او انه درجة ذكاء معينة، او لا، المسألة مرتبطة باجتهاد واصرار بناحية رئيسية، وايضا توفيق من الله يعني هو قبل كل شيء. صحيح. كمان انا يعني كنت محظوظة انه الدكتور جمال علمني الكثير في برنامج جديد استخدم اللي هو اموس، ولاحظت انه كان هذا البرنامج هو اللي لفت يعني نظر اللجنة، كونه حتى يعني كان جديد عليهم بالاردن، فبدأوا يسألوني ايش هذا البرنامج، كيف آلية عمله. كمان تواصلت معي احدى الدكتورات اللي كانت تناقشني تطلب مني البحث وآلية عمل البرنامج هذا، هو اموس يعني هياكل بنائية يعتمد في البحث. فأنا من قبل كنت جاهلة لهذا البرنامج ولوجوده أساسا، يعني. لا يعني حدنا الـ SPSS وعد أنا مجهود شخص يعرفه، يعني لو جينا لعند طلبة كلية التربية ما أعتقدش إنه الكثير عارفين بهذا التطبيق حتى، يعني كيف تحلل. فاكتفينا بمادة قياس وتقويم، يعني نعرف من خلالها المفاهيم إيش كرومباخ ألفا، إيش يعني حاجات رئيسية يعني كدراسة نظرية. كدراسة عملية ما كانش موجود، وكمان ما كانش مطلوب مننا بحوث بحيث إنه الإنسان يعني يحاول يطبق ويجري ويسعى. أنا أتمنى أن كل الطلاب يعني بغض النظر إذا كان مطلوب منك بحث أو لا، أنه أنت تقتحم أي مجال تشوفه، يعني أي مجال جديد لازم أجربه. يعني المفروض أنك تقتحم، ما تجلس مقيد يعني. لا، لأنه إذا بقيت مقيد تبقى مقيد، يعني صحيح. القيود اللي يفرضها عليك الواقع وتقبل بها مستحيل تتحرر منها. كلام جميل. كان شغف الاطلاع والبحث ملازما لإيناس ومرافقا لأمجاد منذ الطفولة، لكن تجربة المشاركة في الملتقى الطلابي الإبداعي وحصدهما المراكز المتقدمة عزز من ثقتهما باعتباره السبيل الأمثل لتغيير واقع اليمن إلى الأفضل. الفضول فيما يتعلق بالبحث العلمي مهم جدا، إنك تكون عندك فضول. أكيد، يعني إذا كان ما عندكش فضول فأنت يعني مثلا عكس التربية، إنه ما إحنا في كلية الهندسة الأبحاث ضرورية،
إذا كان الطالب عنده فضول فهو ينجز، يحاول إنه يبدع في بحثه، وبالذات إذا جاء يعني على مشرف قوي ويهتم بذا المجال. يعني مثلا احنا مشرف، احنا الدكتور مجيب الحكيمي فعلا يعني احنا بشكل كبير في ذا المجال، من ناحية التنسيق، كيف نكتب الأبحاث، ايش المواقع اللي ممكن احنا نبحث فيها. لكن يعني مثل ما سبق وقلت انه الطالب نفسه اذا كان ما عندهش الفضول بهذا المجال فهو بيروح حتى ياخذ بحث سابق وعدل عليه شويه وخلاص وقدمه، اهم شيء انه عنده يتخرج. فالفضول هو يعني محفز كبير للواحد انه يتعلم. يعني انا من عمري وانا بالاعداديه وانا احب اقرا مقالات علميه بغض النظر ما شاء الله. يعني كنت دائما ابي استاذ فيزياء، كنت دائما اجلس اقرا كتبه وقرأ المجلات العلمية اللي يحتفظ في إيبه. فمن هنا بدي عندي الفضول بهذا المجال، بهذا الجانب، كيف أطور نفسي، كيف. ومن صغري وأنا طموحي إني أكون باحثة وإني أحاول إني أفعل أكبر قدر ممكن بالحاث، وإن شاء الله بستمر ويستمر الفضول إن شاء الله علشان واحد يقدر إنه ينجز أكبر قدر إن شاء الله يا رب. طيب إيناس، كلمة أخيرة. أنا دائما كان هدفي يعني وما زال هدفي إنه أغير في الحياة. بقيت لفترة يعني كل فكري انه التغيير لازم يكون سياسي، ولازم اني انخرط بهذا المجال عشان اقدر اغير، ولازم اكون بيدي سلطة عشان اغير. تغيرت الفكرة يعني حاليا تغيرت تماما، فوجدت انه لحالي ما بقدرش اغير صح، وانه مش لازم اكون يعني حتى اذا انا بيدي السلطة والناس الناس نفسهم مش متقبلين التغيير ولا مؤمنين بفكرة التغيير وتطوير لذواتهم ومنحصرين في زوايا مغلقة مش قادرين يخرجوا منها، مستحيل الانسان يقدر يغير مهما كانت الامكانات اللي معه. فآمنت انه لازم ارمي بمفاتيح، يعني بحوث، مقترحات، مشاريع، وهكذا يعني الى ان اجد يوم من الايام فرصة لتحقيق احدهم او جميعهم ان شاء الله. من قبل اشتغلت مشروع لهيلث برايز البيئة، كنت افكر بمصنع لتدوير النفايات وتحويلها الى طاقة. بعدين فكرت مدرسة يعني تشمل النظام الالكتروني وتكرسه وتكون للمهمشين، الفئات المهمشين، يكون فيها جانب مهني تقني لتوفير الامكانيات الماديه لهم، كونهم يعني ما تسيبوا الا من اسباب. ايوه اكيد اكيد. وكمان نفس كنت افكر انه نفس المدرسه تضم كمان الشريحه الراقيه من المجتمع، يكون بذا الجانب يعني ادماج للشريحتين بنفس الوقت وانهاء للتمييز. انهاء للتمييز، وكمان انه عادل التكاليف، يعني اللي بصرفها على هذولك اخذها من الطرف الاخر. طبعا عملت دراسات لهم جميعا، ودراسات محتفظه في بهام لانه ما لقيت فرصه ولا لقيت داعمين للامر، الا انه انما ربما يجي يوم واكون انا بنفسي قادره يعني بعد ما يعني اتبنى مشاريعي الخاصه اللي ان شاء الله اخطط اني افعلهم بالمستقبل، وافعل ان شاء الله كل شيء بنفسي ان شاء الله. ربي يوفقك يا رب. فالرساله انه لا يجب على الشخص ان يتوقف، استمر في السعي مهما واجه من عراقيل من معوقات، بيجي يوم وتثمر هذه الجهود كلها ان شاء الله يا رب. شكرا. امجد، كلمه اخيره، رسالتك الاخيره. نفس الشيء، رساله فعلا انه لازم انه الشخص يستمر يكافح يبذل جهده لانه يحاول يغير من نفسه مهما كانت طبيعته، انه مثل ما قال لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم الشخص إنه يغير من تفكيره، مش شرط يعني إنه ما يحاولش إنه خلاص يجلس خامل يشتري لا الدنيا تتغير من حوله، لا بالعكس، أن تغير من نفسك، ابذل جهدك، كل شيء بيتغير معك. حاول إنك يعني لو ما عندكش الإمكانيات حاول تزرع أفكارك بالمجتمع، تعين المجتمع إنه لو كان أنت مش قادر خلي المجتمع أو جيب له أفكار. أنا أحاول أبذل جهدي مع الطلاب والطالبات في كلية الهندسة، أساعدهم، أي شخص عنده مصاعب عنده أشياء أحاول أنني أبذل جهدي بأنني أوجههم للطريق الصحيح. وأتمنى إن شاء الله أنه كل شخص يبذل جهده في ذا المجال وما يقتصرش على الإمكانية المتاحة، يخرج عن الإطار ولا يجلس مريع للإمكانيات والقدرات والوضع لما يصبر، لا بالعكس، الوضع ما بيصلحش إلا إذا أنت حاولت أنك تصلح من نفسك. وفي مثل يقال أنه عيش الحياة
كما هي عليه لا كما ينبغي أن تكون عليه. شكرا أمجاد، شكرا إيناس. مشاهدينا الكرام، للنجاح نكهة ومذاق خاص وله تميزه وحضوره. في هذه الحلقة تابعنا الكثير من التفاصيل والمعاناة وكيف استطعنا الطالبات أن يجتزن كل تلك العراقيل بعزيمة وإصرار. نكتفي بهذا القدر من حلقة اليوم في برنامج بصمة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.